نادي رياضي صفاقسي. مواجهة عارفة تقبل انطلاقتها تكريما الفريق الضيف فريق السي اس اس ولاعبي المنتخب الوطني علي معلول ومحمد علي منصر، بالإضافة إلى تكريم أعوان الأمن الوطني بالجهة. ربع ساعة أول كانت فيه السيطرة الميدانية لفئة نادي صفاقسي. فريق اتحاد بن قردان وبالرغم من الخمس غيابات المسجلة بتشكيلته باعتبار أن المدرب في السبتي يفكر في البطولة وبقية رهان الفريق من أجل الترشح لمرحلة البلاي أوف، فإن الفريق خرج رويدا رويدا من مناطقه الخلفية ونجح مع مطلع دقيقة 21 في هز شباك مرمى منافسه من كرة ثابتة مباشرة عن طريق أشرف الزواغي استقرت في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس الجريدي. فريق نادي صفاقسي حاول يرد الفعل بسرعة بدقيقة 32 من ركنية نفذها علي معلول في محور دفاع الاتحاد، زيادة دربالي من داخل المنطقة يصوب كرة قوية والحارس بركبة ينجح في إبعاد الخطر عن مرماه. السياسات يضغط من جديد يبحث عن الثغرة والحال يأتي بمجهود فردي من حمزة حدة بعد سلسلة من المراوغات، الكرة تصل ياسين الخليسي يصوب الحارس يتسدى والمهاجم المغربي إبراهيم البحري في المتابعة ينجح في إعادة المباراة إلى نتيجة تعادل 1-1. الدقيقة 50 رياضة حتيوش من اليسار يتوغل يوزع كرة عرضية داخل المنطقة، أيمن بن فضل يصوب بقوة الكرة تستدم بيد مدافع نادي صفاقسي، لاعبين الاتحاد يطالبوا بضرب الجزاء والحكم عبد الحميد الحشفي يشير بمواصلة اللعب رغم احتجاج الفريق على الحكم المساعد الأول وائل عياد. اللعب يتواصل، النادي صفاقسي في حالة هجومية في الدقيقة 62، الهدف المغربي يستغل هفوة في محور دفاع المنافس لمضاعفة النتيجة وبقية النتيجة تصبح 2-1. زوز دقائق بعد هذا الهدف رياضة حتيوش من الاتحاد يصوب كرة قوية من خارج المنطقة والجريدي يبعدها للركنية. وياسين الخليسي بدقيقة 67 كدي ثالث نتيجة لولا نجاح الحارس بركبة في التصدي وإيقاف كرة المهاجم. 10 دقائق فقط متبقية من عمر المباراة وخلف نفذها أشرف الزواغي، لكن هالمرة جريدي بالمرصاد ويخرج الكرة للركنية لتنتهي المواجهة بترشح فريق نادي صفاقسي للدور القادم مع ذا أكثر من مشرف للمحليين.